مشاهدينا مرحبا بكم. جريدة بولا تحط الرحال اليوم كأول وسيلة إعلامية بهذا المركب العظيم، مركب وهران الأولمبي، وستطوف بمشاهديها الكرام في مختلف أرجاء هذا الصرح الرياضي الذي سيكون أحد أبرز الهياكل التي ستستقبل الألعاب المتوسطية وهران سنة 2022. وفي هذا السياق سنستقبل معنا اليوم ونتشرف أيضا باستقبال مدير التجهيزات العمومية لولاية وهران السيد فؤاد عيسي. السيد فؤاد مرحبا بكم. مرحبا بكم وبكل المشاهدين، وشرف لنا أن نلتقي بكم في هذا الصرح الرياضي الكبير. وعلى يساري أيضا مدير الشباب الرياضي لولاية وهران السيد سياف ياسين. السيد سياف مرحبا بكم. أهلا وسهلا، شكرا لكم على أنتم اللي استضيفتونا، مش احنا اللي استضفناكم في هذا الصرح الكبير والعظيم كما تقدمت به، هذا الملعب الأولمبي اللي يتسع ل 40 ألف مقعد. شكرا. كما نستقبل ايضا السيد عوام عبد الكريم مدير جهوي لمكتب الوطني للدراسات من اجل التنميه الريفيه. مرحبا بكم. شكرا. مرحبا بكم انتما ثاني في الميدان هذا، ورانا فرحانين اللي استقبلناكم في ميدان اللي عاود استرجع الاخضرار تاعو باش نفرحوا ان شاء الله المشاهدين. السيد مدير التجهيزات العموميه لولايه وهران السيد فؤاد عيسي، نريد اكثر تفاصيل حول الوضع الذي اثار الكثير من الجدل واللغط في الفتره الاخيره، والذي يتعلق بتضرر العشب لارضيه الميدان، وها هي كما يرى الجميع قد استعادت الاخضرار. نريد اكثر تفاصيل حتى نضع المشاهد في الصوره حول كل ما حدث. صاحب المشروع المشرف على انجاز هذا المشروع، نتفهم القلق الذي انتاب العديد من الجمهور الرياضي بخصوص الوضعية التي آلت إليها أرضية الميدان، ولكن قبل هذا أؤكد بأن المركب الرياضي لا يتضمن فقط هذا الملعب، إنما يحتوي على ثلاث ملاعب، وهي الملعب الكبير الذي نحن نتواجد به المتمثل في ملعب بسعة 40 ألف مقعد، بالإضافة إلى ملعب الخاص بالألعاب القوى بطاقة استيعاب تفوق 4400 مقعد، وكذا ملعب تدريبات، بالإضافة إلى عديد من الهياكل المرافقة لهذا المركب. بالفعل الأرضية عرفت، ما نقولش أنها طاعت كامل، ولكنها عرفت مشكل كان يتمثل أساسا في اصفرارها، الذي يعود أولا كمرحلة أولى إلى بكتيريا هجمت الأرضية، ضعفت من مقاومة هذه الأرضية، وبعدها مياه السقي اللي تم استعمالها خلال الفترة الصيفية التي عرفت موجة كبيرة من الحرارة أدت إلى اصفرار هذه الأرضية. ولكن أؤكد بأن الأرضية لم تتضرر، تعرضت فقط للاصفرار، والدليل على ذلك أنها في ظرف وجيز عادت إلى حالتها الطبيعية، بل أحسن. هذه تجربة فيدنا كصاحب مشروع أننا نأخذ بعين الاعتبار كل هذه الأمراض اللي قد تعرفها الأرضية، وتخلينا كذلك نتخذ كل الإجراءات المتعلقة بضمان وحماية هذه الأرضية. مرحلة أولى، طالما لم يتم استلام المشروع بعد فهي تسهر وتعكف على الصيانة والمحافظة على الأرضية. ففي المرحلة الثانية هذا تدخل في إطار على صلاحيات الهيئة المستخدمة، هي التي تقوم سواء بتجديد عقد الصيانة الذي تقوم به حاليا مؤسسة الفرنسية الجزائرية فرانكو ألجيريان ناتورال غراس، أو ترى ما هو مناسبا من أجل القيام بعملية الصيانة وخلال تعاقد مع مؤسسات أخرى. ماذا عن أشغال التهيئة الخارجية؟ كيف تجري الأعمال بها؟ بالنسبة للتهيئة الخارجية يمكن أن نقوم بتقسيمها إلى قسمين، الهيئة التي أو التهيئة التي تدخل دائما في المساحة الداخلية للملعب، هذه تقوم بها مؤسسة صينية. بالنسبة للملعب الرياضي حاليا نقول بأننا نقارب 90% عملية التهيئة الخارجية، في حين التهيئة الموجودة خارج هذا الصرح تعكف على إنجازها مديرية التعمير والهندسة المعمارية. ما هي العراقيل الموجودة حاليا والتي تحيل دون تسليم الأشغال في موعدها المحدد؟ كما لا يخفى على الجميع بأن جائحة كورونا هي التي أثرت بشكل مباشر على سيرورة الأشغال، فالعراقيل أو المشكل الأساسي الذي حال دون إكمال الأشغال في الأشهر الماضية يتمثل أساسا في عدم تمكننا من الحصول على
الأيدي العاملة المؤهلة وبالخصوص الخبراء، لأنه لا يخفر بأن هناك لازم لابد من الحصول على تأهيل لومولوغاسيون من مختلف الاتحاديات الدولية. هذا يستلزم حضور مكاتب دراسات وكذا مخابر دولية هي التي تقوم بتأكيد على أن كل الأشغال التي تجري في إطار معايير التقنية العالمية وفقا للتعليمات أو المعايير الدولية التي تختلف من اتحادية إلى أخرى. فالمشكل الأساسي كان يتمثل في عدم تمكننا وقدرتنا من وصول اليد العاملة المؤهلة، وهو عامل أساسي لحال دون تقدم في الأشغال. هل بحثتم عن سبل الخروج من هذه الورطة؟ بالفعل كانت هناك إجراءات قمنا باتخاذها أساسا تمها بعد زيارة التي قام بها سيد معالي وزير السكن والعمران المدينة ومعالي وزير الشبيبة والرياضة. قمنا بطرح الانشغال مباشرة، تدخلت الحكومة أين تم منح تصاريح خاصة سوف تسمح بوصول هؤلاء الإطارات والكفاءات والتقنيين. حاليا المؤسسات المعنية تقوم باتخاذ كل الإجراءات المتعلقة بالحصول على رحلات الجوية وكذا الإجراءات المتعلقة بالحجر الصحي وفقا للقوانين الخاصة بالجزائر. هذا الصرح الرياضي إن شاء الله إن شاء الله نحن نعكف ونسهر على أن يتم استلامه في أقرب وقت ممكن، ولكن أؤكد بأن كل هذا مرتبط أساسا بدخول هؤلاء التقنيين والإطارات للتراب الوطني، وإن شاء الله سوف تكون هناك ديناميكية جديدة سوف يعرفها المشروع مباشرة وفور وصول هؤلاء الاختصاصيين. السؤال الآن موجه للسيد سيف ياسين مدير الشبيبة الرياضية بوهران، هل لك تضعنا في صورة الأشغال المتواصلة في الحوض المائي وكذا ساحة رامي، وهي التي نعرف أنها تابعة لمدير الشبيبة الرياضية؟ شكرا. كما تفضل الأخ الزميل مدير التجهيزات العمومية اللي هو المشرف الأول على عملية الإنجاز هذه التمثل كما كان يقول لك ماهوش غير الملعب فقط، ولكن سيتو يعني لا باز موتيف اللي فيها ثلاث مسابح كذلك البساط في سبور سيت من بلاس اللي ترى ريبليك اللي كان يتكلم عنه الأخ الزميل بالإضافة لأنه كان حاجة إضافة نوعية اللي كانت على مستوى هذا الملعب هي لا باز وهي ذلك دونك هذه راح تكون إضافة نوعية فيما يخص تكفل بهذا الحجم. كما كان نزيد نعاود ونرجع مرة أخرى أن العلاقة اللي تربطنا هي علاقة تكاملية، لأن لي جو ميديتيرانيا فيها المتدخلين الكثيرين على غرار مدير التجهيزات العمومية، كان مدير الأشغال العمومية، مدير التهيئة العمرانية، كان مديرية الإدارة المحلية، هذه كلها تنصب في إنجاز وتجهيز هذه المرافق. بالنسبة للمرافق اللي تشرف عليها مدير التشغيل الرياضي وتفوت على سبيل المثال اللي هو الشروط اللي موجود على مقربة من الملعب الكبير هذا، يعني الأشغال ماشية بصفة يعني نقول بصفة بدرجة متفاوتة، وصلنا يعني وصلنا لمرحلة مائية تاعو، هو اللي تعتبر نفس الإشكالية اللي موجودة عند أخي وزير المدير التشغيل الرياضي، لأنه هذه مرهونة باعتماد لابوراتوار سبيسياليزي عن طريق الاتحاديات الدولية، لأنه توجد بعض التقنيات وبعض الخصوصيات اللي لازم وريسبسيون الشيء بالمره العمليه النهائيه. هذا يعني هو كذلك على مستوى حتى سونتر كاس وكذلك على مستوى سونتر سانتي بالي في سكول دو تيس. دونك انا نقول جلوبالمون هذه المشاريع راهي ماشيه بوتيره نقول مرضيه وان شاء الله راح نكون ان شاء الله في الوقت المناسب حاضرين. وحنا دائما كاداره محليه في صوت السيد ولي الولايه كنا متابعه دوريه لكل هذه العمليات، كاين تكاتف وكاين يعني وحده نظر ماشيه مع الاخوه الزملاء لنشروا هذه العمليه لازم تتدخل كل جهه. الان للسيد عوام عبد الكريم بصفته خبير في المجال، نود دقيقه معرفه تقنيه لنضع المشاهد في الصوره حول طريقه وضع العشب وخاصه عوده اخدرار العشب من جديد. شكرا. حتى السؤال هذا يكون مطروح للمؤسسه اللي تدير الانجاز، ولكن احنا كمرافقين تقنيين لمديريه التجهيزات العموميه نقدر نعطوكم هذه المعلومات. سيخدنا نتابعوا الانجاز منذ الوحده الاولى اللي بدا فيها العمل. هذا الشيء ماهوش عمليه سهله ولا بسيطه،
لاننا الجزائر اختارت باش دير ملعب كما اللي كاينين في اوروبا وفي البلدان العالم هبريد. الملعب هذا راه ربما الاول في افريقيا كاع من ناحيه التقنيات المستعمله. اول شيء هو السوبسترا هذا كيتي سوبسترا سانتيتيك ماهيش تربه كما نشوفوا في البلدان الاخرى في افريقيا ولا حاجه ترابه المدرسه هذيك لا مواد اخرى يعني تقنيه عاليه وعالميه. وتحت المنشأة هذا كاين منشآت تحت الميدان هذا كاين ناس ربما ما يتصوروش ان تحت راه كاين ديزيكيبمون انورم يعني باش يخويو الماء باش الماء ما يقعدش يستغني فوق باش العشب هذا يطلع كما يلزم الحال. ومبان من فوق هذا الشيء هذا كاين اختيار العشب. العشب هذا الزريعة تاعه كلشي مختارة من المخابر العالمية جاية من هولندا يعني تجي من الاوائل في الميدان هذا. عندنا الباتورين عندنا الاغرا اونغري اللي هما يوالموا مليح الطقس تاعنا والوضع تاع هذا دوك العشب يحطوه ماشي به فيه كونت الناس تاني تفهم اللي لازمها وقت احنا كنا حنايا اللي مختصين في الفلاحه وفي العشب وفي البلانت وكلشي عرفوا بلي هذا على الاقل خصه دو موا وي سومان ثم اسابيع باش نشوفوا هذه الخطره هذه راه فريمون يعني كيقولوا عمل مدر قوي بزاف اللي خلانا يعني او بو دو سانك سومان انا ديجا غازون دو سات بيرفورمونس. العشب كما ما يخفاش على الناس كميتها بوانت اخرى تبرد تتعب تكون بدري تخصها يخصها بالضوء يخصها هذه هذا احنا الشركه اللي تنجز عندها كذلك العمال تاعها اللي ساهرين كل يوم يسمح للليل يحسوا يتبعوا كل صغيره وكبيره يعطوها الشيء اللي لازم. مع الخبراء تاعهم كذلك راهم في اوروبا مش نشوف كذلك البلد اللي جاي حتى ولكن قاعدين معاهم في الاتصالات المهم حنا اتصالات معاهم كممثلين للإدارة الجزائرية باش نحافظوا على ليزانتيري دو ليتا الجزائريين. دونك حنا رانا نشوفوا متأكدين باللي الأمور تمشي كما يلزم الحال. لو ماتيريال العتاد راه موجود شفناه موجود وعتاد من السقف العالي اللي ما كانش في الاستاد الاخرين اول مره يدخلوا الجزائر وان شاء الله يروحوا يكونوا في ملاعب اخرى باش يكون عندنا العتاد كاين داك الادويه المستعمله ولا لي فيرتيليزون لي زونغري كيما يعرفوا الناس كذلك النوع الرافيع جايين من مخابر معتمده وسبيساليزي دون دومان دو لا بيلوز. دونك هاد الامور هادي كاع راهي ماشيه كيما يلزم الحال يبقى باقي الوقت مثلا الوقت والانترتيان دونك الانترتيان لازم يكون يومي وبطريقه ريغوروز يعني ما كانش ما لازمش تخليو اي حاجه تسبب هذا المتوسط ديالي وهران هل في هذا المركب هل كانت هناك ملاحظات او توجيهات تقنيه من طرف هذه اللجنه؟ لقيت تعليق من احد اعضاء اللجنه حقيقة بدا لي اعجبوا بها بالمركب الرياضي وكذلك بالمنشآت وحتى بالقرية المتوسطية التي سوف تكون مقر للواء الرياضي. فلم تكن هناك اطلاق اي ملاحظات لا تتماشى مع المعايير الدولية التي لا بد له اتباعها في انجاز هذا السفر. السيد سيافي السيد سيافي ما الجديد هناك فيما يخص اجتماعاتكم مع اللجنه المنظمه للالعاب المتوسطه فيما يخص جانب المشاريع التي هي حيز البناء؟ هو فيما يخص يعني المرافقه التقنيه من طرف يعني اللجنه المتصله على تنظيم الالعاب البحريه المتوسطه على رئيس قسم زاد الكاس يعني ما يحكمش باللي كاين تخرجات يوميه ودوريه لكل المنشات المعنيه بهذه العمليه وهذه يعني متكونه على اللجنه المتكونه من طرف الاخصائيين من الناحيه الرياضيه ومن ناحيه وحتى من الناحيه الاداريه. انا جد يعني مبسوط من هذه العمليه خاصه في الاونه الاخيره. الخرجات هذه خلتنا ندخل على بعض النقاط تتم معالجتها. هذا يجرني كذلك الى ان
نعاود نرجع في دولية بالخبراء يتم اعتماد مختلف المرافق من ناحية تقنية، يعني العنصر الجزائري والشعب الجزائري والإطار الجزائري تبت يعني الجدارة نتاعهم في تصير في مثل هذه المرافق، لهذه المرافق ما جاتش يعني حتى جات بين مجموعة رجال وبتاع الناس. السيد عيسى إلى أين وصلت أشغال في القرية الأولمبية؟ بالنسبة للقرية الأولمبية نسبة الأشغال تقارب 90%. نحن حاليا في نقوم بالتهيئة الخارجية للمشروع، كل الأشغال المشتركة داخلية تم الانتهاء منها 90% في النسبة الإجمالية، تفوق في مستوى الأجنحة بنسبة 95% اعتبارا بأنه لم يتبقى لنا إعلان خارجي اللي أخرناه عمدا حتى يتم الانتهاء من الأشغال خاصة بالتهيئة الخارجية. ونوه بأنه الإقامة تعتمد على قرابة 3000 غرفة بطاقة استيعاب تفوق 1290 سرير، بينها 106 غرف مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة. تم إنجاز هذه الغرف وفق المعايير الدولية وفق المعايير الدولية، حيث أنها تمثل غرف لا تختلف عن الغرف الخاصة بفنادق منتهى النجوم. الإجراءات المتعلقة ببداية استلام الجزئي للمشروع هي في طور إنجاز، في طور استلام المشروع الجزئي، إن شاء الله إذا وصلت الإشارة هذه الوتيرة ممكن نهاية السنة الجاية نقوم باستلام المشروع الجزئي. السيد عواب، جائحة كورونا فتحت المجال أمام الكفاءة الجزائرية وأمام الشاب الإطار الجزائري لتقديم ما لم يقدم سابقا، وهذا في ظل غلق المجال الجوي وعدم قدوم خبراء للجزائر، كيف تعلق على هذا الامر بالذات؟ بالفعل نظن انا في صدد اخذ تجربه رائده في مجال الوضع وصيانه العشب الطبيعي بهذه المواصفات العالميه. جائحه كورونا سي فري مرض اخر، ولكن من هذه الناحية هذه استفدنا منها، لأن كان بالصفة علينا باش ندخلوا اليد العاملة الجزائرية والتغطية الجزائري باش يأخذ التجربة ويتعلم ويعمل. دونك بهذا الشيء هذا نظن احنا قادرين هذه التجربة هذه نعاودوا نديروها في 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 مكان آخر، لا في الجزائر ولا في الخارج، لأننا نظن بلي العاملة والإطارات اللي خدموا في هذا الملعب هذا خلاص راه مخدا والتجربة كافية، وهذا شيء مليح. السيد عيسى، كيف ترى مرافقة جريدة بولا للأشغال وكذا الألعاب المتوسطية؟ أولا شرف لي أن أحظى بهذا التدخل على مستوى جريدتكم المحترمة، أتابع منذ مدة ولي أهمية كبيرة لما تفضل به جريدتكم المحترمة. إن شاء الله أتمنىكم من صميم القلب التوفيق، وأفتخر لما نشوف شباب يقودوا هذه الجريدة، ونرحب بكم مرة أخرى ونتمنى لكم كل التوفيق في مهامكم النبيلة. المرافقة تاعكم لنا احنا نشوفوها يعني حاجة إيجابية كتير، لانه احنا من خلالكم نتواصل مع كل يعني المهتمين بهذا الامر. الشعب الجزائري معروف بالشغف نتاعو للرياضه وخاصه لكره القدم وهذه المرافق، احنا من خلالكم نوصلوا المعلومات اللازمه حتى الناس تكون يعني في صوره محينه بالنسبه للاشغال وما يتم انجازه على مستوى كل لياكل. ونشكركم كثير على المرافقه لكل الاختصاصات وكل المرافق اللي راهي موجوده، وخاصة جريدتكم المحترمة جريدة بولا، رغم أنها جريدة فتية ولكن يعني تعمل باحترافية كبيرة، وهذا يجعلنا نكون في أريحية فيما يخص يعني التعامل معكم ومع كل المتعاملين وكل الصحفيين، سواء كما قال الزميل مكتوبة أو مرئية. يتفضلوا احنا أبوابنا مفتوحة، نعطيكم المعلومة المحينة والدقيقة لكل يعني مرفق ترونه يعني أنه لازم يكون عنده المعلومة لنصر المواطنين. شكرا. يعني انا يعني لما نشوف يعني الشباب من وهران يتكلموا الوهرنا للشباب الوهراني على امور اللي تتعلق بالمدينه تاعهم بالولايه تاعهم، هذا شيء جميل. وشيء جميل انه كذلك هالشباب هذا يسانتيريس
لي سانتيريس الامور هذه اللي دير التنميه في كل ميادين وبالاخص انا في الرياضه في المنشات الرياضيه. اذا انا نقول لكم يعطيكم الصحه وكملوا كما هكا. الى هنا مشاهدينا الكرام ناتي لختام هذا اللقاء الذي جمعنا اليوم بالمركب الاولمبي بوهران. سعدنا كثيرا باستضافته وحللنا ضيوفا ايضا لدى مدير التجهيزات العموميه لولايه وهران السيد عيسي فؤاد وكذا مدير الشبيبه والرياضه لولايه وهران السيد سيف ياسين وكذا المدير الجهوي للمكتب الوطني لدراسات والتنميه الريفيه السيد عوام عبد الكريم. شكرا لكم جزيلا. والان نترككم مع كلمه اخيره لختام هذا اللقاء. الدوله وفرت كل الامكانيات الماديه والبشريه لانجاح هذه التظاهره. بالنسبة للنتائج التي نصبوا إلى تحقيقها من خلال تنظيم هذه التظاهرة سوف تكون أولا ذات أبعاد رياضية من خلال قيام بإنجاز منشآت سوف يتم استغلالها لاحقا من طرف الرياضيين وهم من شأن أن يساهم في توفير أحسن ظروف لهؤلاء الرياضيين من أجل تشريف الراية الوطنية في المحافل الدولية. والبعد الثاني هو بعد يبين القدرات الجزائرية على مستوى السياحي الثقافي والرياضي. وشكرا. سانحة احتضان ولاية وهران لألعاب البحر الأبيض المتوسط يعني كانت جد إيجابية على المستوى الوطني لنا باعتبار أنه راح تكون عندنا مرافق يعني تستجيب لكل المواصفات الأمنية والتقنية بمستوى عالي. نظن باللي هذه راهي اضافه نوعيه كبيره وحنا شرف لنا ان نساهموا ولو بقدر بسيط فيما يخص هذه العمليه الكبيره. كذلك يعني انا جد مسرور فيما يخص يعني الاداء والانجاز من طرف الخبراء والتقنيين الجزائريين اللي اصبحوا اكتسبوا اليوم خبره كبيره وان شاء الله راه توضع يعني في خدمه الجزائر بصفه عامه وكل المرافق والهياكل الرياضيه. الدوله الجزائريه قامت يعني بمجهود كبير فيما يخص توفير الاعتمادات الماليه لانجاز مثل هذه المرافق اللي تعتبر مرافق يعني معقده من حيث الانجاز باعتبار انه لوبسيون تاعنا حنايا كانت يعني انه ننجزوا مرافق تستجيب لمواصفات تقنية عالمية بعنوان سنة 2022. دونك هذا يعني هذا شيء لازم نشيدوا له. كذلك المجهود الكبير الموجود على مستوى ولاية وهران ابتداء من السيد والي الولاية وكل القطاعات المتدخلة في عملية الإنجاز، لأن الإنجاز ماهيش الملعب فقط وماهيش لو شون دو تير فقط وماهيش لو تيران تينيس، ولكن كذلك حتى تهيئة الطرقات وتهيئة المحيط وتهيئة حتى من ناحية النقل. يعني كاين مجهود كبير والناس كل يعني راهي تساهم فيه. نظن باللي بتكاتف الجهود راح نوصلوا إن شاء الله إلى النتيجة المرجوة وتكون يعني وهران يعني جوهرة البحر الابيض، جوهرة البحر الابيض المتوسط. شكرا. فرصة باش نشاركوا في هذا العمل هذا وتكون عندنا ربما بصمة كذلك في هذا الانجاز الكبير. وثانيا سعداء كذلك ان المدينة تاعنا مدينة وهران ولاية تاعنا تكون فيها مثل هذه المشاريع اللي تخرجها شوية من ترجع يعني مدينة من المدن المؤثرة يعني في الوجهة على وجهة البحر المتوسط. شكرا.